دايما في الماتشات ديت لعيبه النادي الاهلي بتبقى على قدر المسؤوليه بتبقى حاسه ان في مهمه صعبه او ماتش صعب بيكونوا متواجدين عند الحدث <applause> اللي عايز اتكلم فيه و... 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 ويستاهل الشخص دوت ان انا اتكلم عنه كابتن سامي قمصان اللي هو المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي او المدير الفني الحالي للنادي الاهلي بلاش, بلاش كلمه المؤقت لان انا بحس ساعات لما حد يقول المؤقت انها بتقلل من قيمه الشخص وهي لا تقلل من ابدا من قيمه سامي قمصان كقيمه في مجال التدريب الماتشات دي ماتشات الاهلي والزمالك بتتولد فيها نجوم بتتولد فيها نجوم احيانا بيبقى في الملعب واحيانا خارج الملعب فبتكلم على مولد ان شاء الله نجم مدير فني وعلى فكره مع الفارق طبعا كابتن سامي قمصان قبل كده مسك الاداره الفنيه لفريق حرس الحدود من 3 أربع سنين وطلع بيه من الدرجه الاولى ب للدوري الممتاز فال... الك... انا قلت مع الاعتبار ومع احترامنا لفريق حرس الحدود ولكن هي مش اول مره الكابتن سامي امصان يتولى الاداره الفنيه كابتن سامي امصان شخص هادي جدا شخص بيفكر كويس جدا بيعرف يتعامل مع الامور بواقعيه في حاجه مهمه جدا انا انا كنت احب دايما ان المدرب الموجود او المدير الفني الموجود احيانا في المباراه يوجه اللعيبه اللي جوه الملعب ودي ميزه من ميزات كابتن سامي امصان كابتن سامي امصان اتمنى ان شاء الله باذن الله له التوفيق النهارده هو واللعيبه وعندي ثقه كبيره جدا 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 في الله طبعا اولا وفي لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني ثانيا هو اول قمه بياخدها الكابتن سامي امصان النهارده هو بيجتهد معاه لعيبه رجاله جاهزين دايما ناس تقول لي طب الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي دي اصعب ولا ظروف الغيابات بتاعه نادي الزمالك اللي بيمر بيها دي اصعب لا ظروف النادي الاهلي مش صعبه بالعكس تدي دوافع كبيره جدا 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 للعيبه النادي الاهلي لان هم معاهم مدرب محترم مدرب كويس معاهم لعيبه كويسه فاللعيبه اللعيبه دي كل واحد حاسس بثقه كبيره جدا جدا في نفسه ناقص حاجه واحده بس ان انا انزل انافس في الملعب ان انا اطلع كل اللي عندي في الملعب ان انا العب بروح الفانيلا الحمراء وما انساش دايما فضل ربنا في الاول وفضل جماهير النادي الاهلي العظيمه حتى لو كان العدد قليل داخل الملعب هي بطوله خاصه وبثلاث نقط ولكن نتمنى نشوف ماتش كويس نتمنى الفوز للنادي الاهلي يعني ثلاث نقط النهارده ان شاء الله هتساعدنا باذن الله مع مكاسب الماتشات المؤجله باذن الله للوصول للقمه واتساع الفارق بينك وبين المنافسين لان الاهلي جاهز الاهلي هو الافضل باذن الله نادي الاهلي نادي القرن هو الافضل باذن الله دائما بالارقام ما بجيبش حاجه من عندي في الملعب اعمل اللي عليك التوفيق ده بتاع ربنا بقول لحضراتكم احيانا في الماتشات دي مش الافضل هو اللي بيفوز مش الافضل هو اللي بيفوز ولكن روحك وتصميمك وإرادتك وعزمتك بإذن الله بجانب التوفيق إن شاء الله تدينا المكسب النهاردة صحيح عندنا غيابات زي محمد عبد المنعم في علي لطفي الجول البديل وقبلهم أكرم توفيق وعمار حمدي وفي لويس مكسوني برضو بديل لكن الموجودين إن شاء الله جاهزين للقاء عندك بدر ياسر إبراهيم رامي ربيعة أحمد عبد القادر أفشى معلول الشحات طاهر الشناوي يمكن النهارده مفتقدين ايمن اشرف واليو ديانج لكن كل اللي موجودين بيتمنوا يكونوا متواجدين داخل الملعب النهارده في مباراه خاصه بين طموحات ورغبات سامي قمصان وخبرات جوسفالتو فيريرا مدير الفني نادي الزمالك طبعا المدير الفني نادي الزمالك فيريرا اكيد شايف وعارف عارف ايه اللي ناقصه وعارف قوة النادي الأهلي فين وعارف كل كل نقاط الضعف فين فهو أكيد أو طبعاً مدرب أو مدير فني عالي على مستوى عالي متمرس فعنده من خبرات برضه إن هو يعرف يدير ماتش النهارده ولكن النهارده زي ما بنقول كل مدير فني دارس وفاهم طريقة الفرقة التانية سواء أهلي أو زمالك سواء سامي امسان أو فيريرا كل مدرب عايز يكسب بس أنا من وجهة نظري من وجهة نظري كالعيب قديم يعني ومتفرج الان انا شايف ان النادي الاهلي النهارده باذن الله رب العالمين محتاج المكسب اكتر من الزمالك نادي الاهلي لازم يستغل النهارده غيابات نادي الزمالك غيابات نادي الزمالك خصوصا في نص الملعب والخط الخلفي النادي الاهلي متفوق فنيا بعض الشيء في الفتره الاخيره على نادي الزمالك ان شاء الله يكون التفوق النهارده في الملعب لكابتن سامي أمصان وللعيبة النادي الأهلي كابتن سامي أمصان اللي إن شاء الله هيكون مدير فني له مستقبل كبير في عالم التدريب تعالوا نشوف تقرير عن الكابتن سامي أمصان اللي أمال كل الأهلوية معلقة عليه النهاردة وكلنا الثقة في أنه يقود الفريق لبر الأمان بإذن الله ونرجع لحضراتكم مرة تانية